يسأل السائل فيقول ان لي بيت او عقار خبرته بمقدار 18,000 سنه، واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي اخر السنه، واطعم منه اولادي، فهل علي زكاه ام لا؟ اذا هذا على اجره الحول وجب ان يزكيها، واذا قبضها وانفقها قبل ان يتم حولها وانفقها في حاجاته فلا زكاه. اما اذا حال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول.